FM. الكلمة ليك. حرائر تونس. حرائر تونس اليوم تحضر بحذنا مدام نجود بالقيد. مرحبا مدام نجود. مرحبا. شنو حوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. دونك مدام جود 40 سنة، انت مرات بارك الله عليك ناشطة، عندك برشا برشا نشاطات. نحن اكيد باش نبداو نحكيو عليها من الاول للاخر. بور لو مومون انت تبيع وتشري في الموبل والتحف، وانت بيدك زادة في اوقات الفراغ نتاعك تعمل التحف وحدك في الدار. احنا باش نحكيو على هذايا الكل، توا نحب نبدا نحكي معاك من الاول، نحكي على اول خدمة خدمتها مدام جود. اول ما بديت حليت بوتيك نتاع حوايج، بعدها حليت بارفيمري، دونك عملت 4 مشاريع قلت لي. عطينا فكرة كيف جاتك الفكرة، كيفاش أول البدايات متاعك، معناها كيفاش كانت؟ وانا اول حاجه كنت معناها متفرغه لبنتي وقتها صغيره ربي فيها وصغيره، وكل بعد كبرت شويه قلقت حسيت روحي ما عندي شيء. معناها قبل كنت ما تعمل في حد شيء، وليت قلت خليني توا نعمل حاجه. فوالا جات فرصه كوني معناها مع شكون قريبنا قال لي كان حلو بوتيك نتاع حوايج نجيب لك وانت تبيع. قلت علاش لا، الحق حليت بوتيك نتاع حوايج تبارك الله في حمامات، مش معناها فخره ولا حاجه، تبارك الله بوتيك مشاب لك دبل قداج وقضى ما عندي حتى فنانين هاني شاكر ولاد والدنيا معناتها تبارك الله معروف بالقدبل كده. فهمت، حليت فرع في حمامات وفرع في تونس. وبعديك جت مده الحق تعبت برشا برشا، معناتها برشا مسؤوليه، وكل قرات باش نرتاح شويه ارتحت. وبعد كي نعمل كل عام ونص تضرب الفقد نتاع الكوميرس نتاع الكليونيات وتقلق زيدا ما تقلق على حسب بالاخص القلق هذاكش في الدار واحد ما عنده ما يعمل. فهمت، عاد حليت بارفيميري وقعدت مده هكا بالكدا. وبعد سكرت وقلت خنبدل دومين، حليت ارتيكل كادو هكا، فما حاجات انا نعملهم واحد بيدي. كيما شنو مثلا تعمل انت؟ اكزامبل انا نعمل ليكوفاك المطرزين هكا العربي، نعمل ديكادرا فوتو، نعمل حاجات بالبريكولاج بالتل هكا بالحديد الطبيعي، نعمل كيف شجره العائله وتحط فيه تصاور العباد هكا. هي فاسون تاع شجره نصنعها بيدي نحط فيها تصاور الكل، لازم تلقاها 20 عبد من الصغير للكبير. كما نقولوا احنا عندها تبلغ لك رساله معنا شجره العائله، مش تعمل نبورت كوا. شاركت حتى في معارض في تونس وكل ما غير مش قريتو هذه غرام كهو. فهمت، ونطرز الحوايج العربي ونعمل دي تخيك بالتريزه نتاعها نتاع حمامات، نحبها برشا. انا نحب التريزه، انا تلمون نحب التريزه ونحب البريكولاج. مرات تلقاني قاعده هكا ولا راقده ولا حاجه، مخي فيه برشا افكار يجي الافكار اي سورتو هكا تبدا هكا منك هكا في تعجي الفكره المخ يحب يخرج الافكار هكا. مرات نقوم في الليل نقربش في الدنيا ونقوم نعمل هكا حاجه ننفذها. فهمت تبيع دوك هذوما المشاريع اللي حليتها ومن بعد سكرت الكل على خاطر بنتك وقتها مشيت تقرا في تونس وهي متعلقه بيك برشا وما نجمتش تمشي وحدها، وليت بطلت كل شيء ومشيت مع بنتك لتونس. عشت عام غادية فوالا العام هذاك ما قعدتش فيهم كتف يديك، وانا كيما قلت انت مراه ناشطه مدام جود بارك الله عليك. دونك مشيت دخلت في جمعيه شنو اللي دخلت فيها؟ جمعيه الطفل اليتيم هذه، انا ديجا نعاونهم نلموا الحوايج نعاودوا نرسكلوهم ونهزهم لهم معناها نظاف، نعاونوهم في نشاطات نخرجوا نحوسوا بهم كل مره في بلاصه. وحطيت ميم زاده بنتي في اوقات الفراغ تقريهم، هي انجلي خاطر بنتي قاريه انجلي، تقريهم كالصغار تعلقوا بها ديجا بالكدا. كيف جاتك الفكره باش تدخل للجمعيه؟ والله انا الحق انا نحبها برشا من قبل، وديجا انا عامله حسابي قلت لهم اي حاجه باش تقعد اللي كتب من ربي باش تقعد لي باش نخليها للطفل اليتيم، معناها باش نكتبها هذيك واعده بها من قدره ربي، هذيك واحد ربي معناتها هيك حاجه كاتبه. دونك جاتني بالصدفه كوني انا نحبها الحكايه. لسكنت في اللوكال هذايا سكنت فيه في تونس، طلع لوكال كلمه الجمعيه ديما يدقوا عليا يقولوا لي هذه مش جمعيه، نقول لهم لا هو قدام شويه، ولا نوصلهم مرات بالكرهبه وكل. دونك لقيتها فرصه، قلت انا تو بنتي تقرا ونقعد نهار كامل غادي وما نعرفش الناس وكل، نخدم هكا فرصه خليني نخدم هالشيء الجمعيه هذه معناها حاجه تحبها نتفرهد على الاخر نفسانيا. فهمت، وما زلت معاهم انت حتى لتوا؟ وما زلت معاهم حتى كي رجعت تو بنتي رجعت تقرا في نابل، انا نمشي مره في العشر ايام. وفي نفس الوقت عندي برشا عباد يجوني يعرفوني ما زلت في الجمعيه يجيبوا لي الحوايج للدار، لم عندي الحوايج نطويهم ريقلهم ونهزوا معايا لتونس مره في العشر ايام. يعطيك الصحه، محلاها الاعمال الخيريه بالحق عندها قيمه كبيره وما تتشريش بالفلوس بصراحه. واحد الاحساس بعد ما يعمل بعد ما يعاون وبعد ما يعمل معناها يحس باحساس اخر بصراحه. هو الاحساس هذاك انا قريته مره نفسانيا احسن من الاحساس اللي ياخذ. فهمت هذيك. اما انا بطبيعتي قلت لك نحب نركز على كل عبد نجم نعاونه، انا حتى في الحانوت تو الاولاد
حد يقول لي مدام قلقت منك مرات الدبس بلاستيك وحدهم راجل يهزهم والخبز البيت وحده راجل يهزه والحوايج وعندي شقاقه حتى فيها الاطفال المعاقين نعطيه لهم كامله الشقاقه هذيك معناها كل وحده عطيته يعطيك الصحه يعطيك الصحه به داكور معناها بعد ما مشيت عام لتونس رجعت للحمامات بيان سور بنتك رجعت تقرا هوني في نابل وليت بدلت لو بروجي جمله وعملت بروجي جديد اللي هو يخص الموبل دونك انت وليت تبيع وتشري في الموبل برشا مدام نجود قالوا لك كيفاش تخدمها الصنعه هذه يا اخي الخدمه هذه كان على الرجال معناها يا امراه باش تقوم تبيع وتشري في الموبل شنو تجاوبهم والله انا هذا حكي جهاديه جاتني برشا مرات من طرف عباد من الاول كنت نتغشش منهم شويه نقول علاش يقولوا لي معناها بعديك لقيتها بالعكس يزيدوا يحفزوني لكوني نشد فيها صحيح الخدمه خاطر نحب ما فماش خدمه بين راجل وبين امراه فهمت وفي نفس الوقت انا مين با حتى يجيو مرات يقولوا لهم وين عرفتك ويقولوا خرجت انا علاش نهز مع الخدامه ونحط ونرد ونعمل ديكور ونقلب ونمشي ونجي ونمشي لبلايص في الريف وناخذ عندهم موبيليا وناخذهم يعني واقفه على خدمتك واقفه على الخدمه بالكدا فهمت بالكدا بالكدا معناها مش فسرنا شنو تعمل بالضبط معناها ان نشري ونبيع الموبل اكزامبل مثلا نقيم الحاجه نمشي للعبد للدار ونقيم الحاجه قداش تسوى ابخي ديما اكثر حاجه ما نحبش نجرحوا العبد برشا ما نحبش نطيح له برشا من قيمه الحاجه نحاول ناخذها بسوم معقول ليا انا باش نخدم على روحي وفي نفس الوقت هو ما يتضرش خاطر اكثريتهم حسب لاحظت العباد اللي يبيعوا لك اكثريتهم تلقاهم ملزوزين بالفلوس انا ما نحبش كي نحسسهم فهمت نحاولوا نعملوا حل يرضينا الزوز فهمت ونعمل حاجه جيت مرات تحف نتاعي انا وحدي بيدي فهمت نبيعهم وهاك نتبع اتباع جست بالاكثر نمشي مثلا هلا حد دا وقت فراغي نمشي للاسواق وكل وديما نحب نجيب حاجه ماهيش عاديه نحب نجيب حاجه جديده معناها ولا حاجه وحتى الميبل اللي نجيبه نحبه عفسه هكا فازه مش معناتها فرش شنو حاجه نحبها عفسه حاجه اوريجينال معناها اي انا ديجا جاوني حتى فما شكون قال لي كيفاش مدام انت بعد قيمتك وبعد كل تبيع هكا قلت له والله انا بالنسبه لي انا مرتاحه في هالخدمه وجيني واحد اخر قال لي يقول لك هكاك راك انت فنانه تبارك الله عليك معناها فنانه عاجل انت تجيب في حاجات معناها وتخدم في خدمه ما خدموش نساء قبل في حمامات الحق في حمامات ما فماش معناها ما فماش نساء تخدم في الدومين هذا في خدمتنا بالذات اي فوالا تحيه كبيره ليك ويعطيك الصحه وان شاء الله ديما من حسن الى احسن مدام نجود ابار سا معناها ابار الخدمه اللي انت تخدم فيها تبارك الله عليك انت ناشطه في برشا جمعيات دونك انت قايده في الكشافه احكي لنا شنو تعمل معهم بالضبط والله انا قاعده في الكشافه ديجا معناتها عنا خرجيت نخرجوا الصغار مرات نخرجوا من بلاصه بعيده مشينا حتى البنزرت قعدنا جمعه نسكنوا في المدرسه قعدنا في جمعه في سونين تصوروا معناتها الصغار نأقلموهم على اللي يعملوا على رواحهم ويسكنوا في مدرسه مش سهل باش واحد يحط جريه ويقعد في القاعه في الارض وباش مثلا يغسل صحنه ويمد كل شيء ويعملوا وحده صغار صغار من 5 سنين حتى ل 20 سنه يعمل على روحه معناها وبنتي ديجا معايا زاده بنتي زاده قاعده تلهبك الصغار تحب الصغار بنتي برشا على الجيل دونك باش يعمل على روحه نبدا نلاقي بهم مسؤوليه بالكدا بالكدا معناها مش تفدليك ونبدا فرحانه بها المسؤوليه نبدا فرحانه بها هذاك الشيء بنعلم فيهم في حاجات وتعلموا برشا حاجات وبداوا اللي يقدروا وما احلاها كي تبدا تعلم فيه ما احلاها ومن بعد شوف الريزولتا اللي هو قاعد يتبع فيك وقاعد يتبع في كلامك بالكدا دونك والمسؤوليه تعلموا المسؤوليه هذيك احسن كل حاجه نعلموهم يشعلوا النار وحدهم في الجبال كيفاش يعيشوا وحدهم في برشا حاجات لدرجه انهم بعديك نرجعهم والديهم تقام استناو فيهم نعديو مرات جمعه كامله لبرا يبداو يشكروا فيا وعاودوا يقولوا ولدي قد تبدل درا شنو بالاكثريه اللي انا واحده من الناس زيد بنت اختي معايا خاطر بنت اختي ياسر تبعتها صعيبه كل يتبدلوا كومبليتمون حتى امها مرات تجي تكلمها وقت اللي هي تلقاها مرات تجي تطلع عليهم نهار الاولياء تقول لها ما تمسنيش خدم القاعده ما عندها عندهم هما حاجه كبيره فهمت كل سيرفيس ميليتير من الصغر فهمت اي سي بيان سي بيان اما يتبدلوا برشا يعملوا على رواحهم يوليو وصلنا للنتيجه فهمت نعملوا برشا نشاطات حملات نظافه نعملوا نعلموهم كيفاش ما يطيشوش الوسخ معناها ونخرجوهم يلموا الكل باش تعملوا باش يقولوا لوالديهم زاد ما عادش يطيش حتى حد الوسخ الكبير الصغير نعلموهم برشا العاب نعلموهم مثلا انجلي فرونسي نعلموهم يطيب برشا حاجات اكيد هما يستحقوها من بعد في المستقبل وتكون ليهم هما سورتو الشخصيه نتاعهم تتكون بالكدا وكما قلنا يتعلموا المسؤوليه خاطر المسؤوليه فريمون لازم الصغير يتعلمها من الصغرى معناها هذيك تكبر معاه ابار سا معناها ابار الكشف
انت ناشطه زاده في جمعيه سينت مدينه الحمامات دونك شنو تعمل زاده في الجمعيه هذه بالضبط؟ اعطينا فكره. في جمعيه سينت المدينه نعملوا برشا، مثلا مرات نعملوا حفلات، نعملوا عشاويات اكزومبل عشاء في رمضان عملناه على الشط ديجا، العباد الكل سمعوا بيه، عندنا 5 سنين تو نعملوا فيه فهمت، نلموا الناس الكل يتعشوا شقوا فتره مع الشط، البيوت نتاعهم كونهم العباد يتعرفوا على بعضهم يشوفوا بعضهم، خاطرش مرات فرد بلاد وما تشوفش ولد عمك ولد خالك صاحبتك ما تشوفهاش، الناس الكل يهبطوا العشاء نتاعهم ويهبطوا يتعشوا كل على الشط، احنا نمشيو قلب ساعتين نحضروا طويل ونفرشوا ونحضروا. دونك انت اي ايفينمون تابع الجمعيه انت تكون ديما معاهم موجوده. مشينا مره عملنا لباس تقليدي نتاع حمامات في المنشار، ديجا لبسنا الكل وجاو صورونا كل شيء، اي حاجه تابع حمامات اي فوالا اي حاجه تابع الجمعيه اي اكسيون تابع الجمعيه انت تكون معاهم. انا قبيله نحكي معاك مدام نجود، عندك افكار معناها جديده تحب تدخلها الحمامات تخص المراه بصفه عامه معناها اعطينا فكره انت في المستقبل شنو ناويه تعمل؟ قلت لي نحب نعمل جمعيات، نحب نعمل حاجات جديده على خاطرني نحب نعاون برشا برشا المراه. اعطينا فكره. اكزامبل انا عندي فكره ديما تدور في راسي نحكي مع اصحابي، ان شاء الله ديما نقول لهم عندي امل اللي هي باش تتعمل، عندي شكون يسمعني بقدره ربي. المراه في حمامات الاكثريه تنسى في حمامات، الاكثريه في حمامات ما يخدموش، دونك ما يخدموش يقلقوا. انا واحده من الناس راه من حتى من اخواتي نمس الحاجات القراب ليا، توصل بنتها المكتب ولدها تقعد مرات تستنى ولا دارها بعيده ولا مثلا تقلق تحب تشوف العباد تحكي، كان مثلا تخرج برشا تولي يتقلق. شنو يقولوا لك هما؟ معناها يحكيوا معاك يقولك تعبنا قلقنا؟ مثلا يقلقوا يحبوا مع شكون يحكي. فما زين عندي اختي اكزامبل مثلا ما عنديش برشا صحاب تقول لي نقلق ما نلقاش حتى مع شكون نحكي، نحب اكزامبل يعملوا لهم جمعيات مثلا النساء يحكوا مع بعضهم يقعدوا يتلموا عباره في دارهم، يحطوا لهم مثلا بلاصه هكا اكزامبل يشربوا فيها قهوه يحكوا على مشاكلهم، كل واحده تحكي على مشكلتها. هذاك بالنسبه لي انا المراه كيف ما تحكيش على مشكلتها ما تلقاش مع شكون تحكي معاه نهار كامل في دارها وتطيب وقضيه اوتوماتيكمون تولي عندها كبد دخليني ونفس سيدها تعبت ولي تتعارك مع رجلها والناس بتطلق قاعدة تتكاثر من الحكاية هذيك. كوني المرأة ما تنجمش تفجر معناها ما تنجمش تعبر تعبر. أنا بالنسبة لي أنا كنت ننقل لي أنا مش جمعية برك، جمعية الإنساء باش تفرهدوا، جمعية الإنساء المطلقين، جمعية الإنساء مثلا اللي كبروا في العمر وماهيش عيب كوني كملت قرايتها كبرت في العمر وخذت راجل عليه تعقدوها أنتوما. أنا كل واحدة يعملوا جمعية باش كي تمشي ترى صاحبتها وتحكي معها تحس هي مشكلتها هونتها تولي تتفرهد، تحس اللي هو ماش عندها مشكل تحكي مع بيت كيفها نفس المشكله عندهم هكاك تتفرهد. خاطرش انا بالنسبه لي انا فما كلمه ديما نتذكرها عندها اكثر من 10 سنين قالت لي صاحبتي نحبها برشا تحيه ليها امال مراد، تقول لي انا كرا العباد فرحانين نفرح. اي انا بالحق انا عندي مشكل كبير ديما نقولها الكلمه هذه مطلعين علي اصحابي مش موجود لا في بال كرا العباد فرحانين نفرح. اي بديت تخدم عليها الفكره هذه ولا مازال؟ والله بديت نخدم عليها وبرشا نساء نحكي معاهم قد يقولوا لي فازي احنا معاك احنا معاك واش خاص اعمل لنا واش خاص اعمل لنا، يمكن يشوفوني انا تبارك الله انا جريئه شويه في بارابور برشا نساء يمكن يقولوا هالي ما انا مش كي يقولوا لي فازي واحنا معاك الخطوه الاولى اعملها انت واحنا معاك خاطرش ناقصين في حمامات. اي فوالا عنا المشكله هذه ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي تعمل الجمعيه هذه اللي انت تحب عليها وان شاء الله تجيب حدينا زيد هوني غاديو كاب اف ام ونحكيوا عليها ونعرفوا بها وباهدافها ان شاء الله بصفه عامه. سينو باغسا انا نحب نسالك على عائلتك مدام نجود، راجلك مشجعك، بنتك انت عندك بنيه مشجعتك زيده، اعطينا فكره معناها الامبيونس نتاع العائله نتاعك كيفاش؟ والله الحق انا متربي راجلي يعرفني من الاول هكاك طبيعتي معناها ديجا يعرف بيا تعود بيا، بنتي اكزومبل اكثر واحده مشجعتني وانا مشجعتها خاطرش انا وبنتي تحب برشا، انا قاعده في كشافه هي قاعده كيفي، انا في سيره الميديا تمشي معايا ديجا وتعاوني وكل شيء وديما معايا في كل خطوه نمشي روندوني كامبينغ ديما معايا اكيد مادام باش ترى امها ناشطه تبارك الله اكيد باش تتبعها. الوقت في ساعه عدا مدام نشوف دونك انا في الاخر تحيه لبنتي اهم حاجه ولا انا بدي نسلم عليها برشا نفسني نفسه في الدنيا ربي يفضلها لك ان شاء الله. اخر حاجه نسالك عليها ونحبك توصلها هو ميساج مش سؤال للنساء اللي قاعدين يسمعوا فينا، كما قلت انت تلقاها قلقه تلقاها قاعده في الدار تحب تخرج تحب تتفرهد تحب تعمل حاجه اما ما لقاتش كيفاش، شنو تحب توصلها شنو تحب تقولها؟ انا بالنسبه لي انا اكثر حاجه ديما نقولها النساء اللي تحس بروحها تعمل في حاجه ماهيش غلطه مش تعدى على اي عبد حتى اي ديفورمو تحس بروحها تعمل فيه تعمله ما تقعدش تخمم حتى لحظه، اي اكتيفيتي اي جمعيه اي نشاط اي
حاجه تحس روحها تحب تعملها. ما نعرفش نقول لهم انا مرات اي حاجه تحس روحك. انا واحده من الناس غدوه بعد غدوه مشى كامبينغ بيتو في الغابه بحذا الحلوب بحذا الذيوبه وما نخافش جمله دخلنا الكهوف فيها الحناش فيها اي حاجه تحس روحها تحب تعملها تعملها كي تلقاها بسيطه وفيها تفرهيد لي هي تعملها. ديما نقول لهم النساء بصفه عامه ما تخافوش اي حاجه تحس روحك تحب تعملها ماكش تعدى على حد حد ماكش بتقلق حتى حد ننصحهم يعملوها مهما كانت بسيطه ولا بده كل يرى فيها غلطه هي ترى فيها روحها صحيحه تعملها. فلا فلا يعطيك الصحة مدام جود. أنا نقول لك مرحبا بك معنا على كاب اف ام. إن شاء الله تزيد تحضر بحضنا في مناسبات أخرى وبيان سور نزيدو نحكي وأكثر. فلا دونك كانت هذه حراير تونس. حراير تونس كاب اف ام الكلمة ليك.